مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف السادس الإعدادي. بعدنا بالوحدة الثالثة وصلنا إلى lesson 5 إلى الدرس الخامس. I wish I'd brought my sunglasses. أتمنى لو جلبت نظارتي الشمسية. زين، هذا عنوان الدرس. تعالوا ناخذ المفردات وبعدين ننتقل إلى شرح القواعد. Weather forecast هي النشرة الجوية. Trip over يقفز على. Overtake يجتاز. Driving test اختبار القيادة. Highway code علامات المرور. وslow down يخفف السرعة. Crossroads تقاطع الطرق. وpavement الرصيف. Exceeded يجتاز السرعة. وspeed limit السرعة المحددة. Create impression يخلق انطباع. Annoyed with منزعج. من المهم تعرفون أهم الكلمات اللي عندكم إياها بالليسن. زين، هسه نجي إلى شرح موضوع مهم مهم مهم، هو regret، هو الندم. نستخدم I wish if only والتي تعني يا ليت أو لو إني، والتي يتبعها زمن الماضي التام للتعبير عن الندم على فعل أو عدم فعل شيء في الماضي. يعني أنا إذا أريد أسوي لي جملة أريد أقول أني ندمان لأنه سويت كذا أو أني ندمان لأنه ما سويت كذا، راح أستخدم if only أو I wish. تعالوا نتعرف على القاعدة. القاعدة عندي هي if only أو I wish، يجي وراها فاعل had أو hadn't، والاختصار مالتها بهذا الشكل، وبعدين التصريف الثالث الفعل. زين، شلون أستخدم had وشلون أستخدم hadn't؟ راح نعرف هنا. نقوم باختيار هاد وهدنت وذلك عكس جملة السؤال. يعني إذا كانت الجملة مثبتة نستخدم هدنت، أما إذا كانت منفية نستخدم هاد. هسه رح نجي على الحالة الأولى. شوفوا مثلا هاي الجملة جملة مثبتة لو منفية؟ جملة مثبتة، فرح استخدم هدنت، بينما إذا كانت منفية استخدم هاد. هسه رح نجي هنا عندنا أيضا نحول سم إلى أني في الجملة المنفية. يعني سم تستخدم مع المثبت، لكن أني تستخدم مع الجمل المنفية. زي رح نجي الحالة الأولى إذا كانت جملة السؤال مثبتة. مثل هنا Unfortunately I ate 3 bars of chocolate. That's why I felt sick. لسوء الحظ I ate أني أكلت 3 من ألواح الشوكولاتة. That's why I felt sick. لذلك أنا أشعر أو شعرت بالمرض. Regret. سووا ندم. زين، هو ما يقول لكم استخدموا لي I wish أو if only. أنتوا بكيفكم تستخدمون صحيح. زين، أنا استخدمت I wish هياتها. خلي ألونها لكم. بعدها الجملة راح تكون عندي فاعل. أنا دا أحكي عن نفسي فآي بعدها هات لو هدنت، باعتبار هنا الجملة مثبتة لذلك راح استخدم هدنت، وبعدين التصريف الثالث الفعل ايت هو ايتن. تصاريف الأفعال مهمة. وأكمل الجملة، ها هي لحد هنا انتهى الموضوع. I wish أنا كنت أتمنى إنه ما ماكله 3 ألواح من الشوكولا. هذا فقط I wish. زين، هسه نجي على مثال آخر. مثلا Unfortunately you were rude to your brother. Now he won't give us a lift to the cinema. Regret. هسه استخدمت if only. خلي ألونها لكم. وبعدين you تنزل فاعل you تأخذ هدنت. شوفوا هنا أنا عندي مثبتة فتأخذ هدنت زائد التصريف الثالث الفعل وير هو بن. وأكمل الجملة اللي هنا أنا. هاي الجملة الثانية بعد ماكو أنزل، بعد ماكو داعي أنزلها. هاي بعد ماكو داعي أنزلها. I bought some shirts last week. I have decided I don't like them. Regret. هسا I wish أنزلها. بعدين I هياتها تنزل الفاعل. إيش عندي أني؟ you
اي اي شي شي هي هي اوكي حسب ما هو معطيكم بالجمله. بعدين هادنت وبعدين تصف الثالث الفعل بات بات واكمل الجمله نقطه. هاي انتبهوا لي اني هاي بعد unfortunately بعد ما انزلها اوكي فقط اطبق القاعده اللي موجوده عندي هنا. يقول اذا كانت جمله السؤال منفيه the team didn't have more training استخدموا لي I wish. بس تشوفون I wish أو if only راح تقولون هذا regret هذا ندم. ف I wish تنزل حياتي. بعدين وراها يكون عندي فاعل the team. بعدين ورا الفاعل يكون عندي شنو had وليس hadn't حسب القاعدة اللي عندي إياها هنا. بعدين تصف الثالث الفعل have هذا هو الفعل الرئيسي هو had. عرفتوا ليش اكو had اثنين؟ الهاد خلي اذكركم بالماضي التام. الماضي التام احنا مو قلنا subject زائدا had زائدا التصريف الثالث للفعل. فهاي الهاد الاولى هياتها والتصريف الثالث الفعل have هو had اوكي حتى تعرفون من اجتي هاي الهاد الثانية. زين هسه عندي I didn't read for my English exam and I got a bad mark. If only راح اجي اقول if only I had اختصرتها بهذا الشكل. هاي اختصارا لكلمة I had. وبعدين تصف الثالث الفعل read هو read واكمل الجملة. واستخدمت had لانه الجملة هنا عندي منفية. هنا نحن أيضا I didn't wake up early I missed my bus. جبت I wish خلونا نلون كل ال I wish و if only. بعدين الجملة I بعدين had بعدين تصف الثالث الفعل wake up صير walking up early. هاي هذا فقط اللي سويته. انتقلنا إلى تمرين موجود عندكم بكتاب النشاط. هاي القاعدة أخذناها نفس ما شرحتها بالعلا. زين راح نجي هنا عندكم تمرين يقول استخدموا لي if only أو I wish. مطيكم مثال شرحته لكم قبل شوية. راح نجي نكمل بقية الأمثلة. هسا unfortunately he fell over during the race. That's why he didn't win. لسوء الحظ هو سقط خلال السباق لذلك لم يستطيع الفوز. هسا اجي I wish او if only وحده من عندهن تكتبوهن وبعدين فاعل هي ينزل نفسه تباعون على الفاعل هي بعدين hadn't والتصريف الثالث للفعل fell هو fallen fell over هو fallen over. Unfortunately you were rude to your brother now he won't give us a lift to the cinema. مع الأسف أنت كرت خشن الطباع مع أخاك الآن لن يوصلنا إلى السينما. I wish if only بعدين you الفاعل هياته unfortunately نحذفها ما نكتبها بالجملة بعدين hadn't زائد التصريف الثالث الفعل where been وأكمل الجملة. تابعوا إذا عندي فعل مساعد was أو where أقلبها إلى بن في حالة التصريف الثالث الفعل. 4. Unfortunately, I spend all my money at the weekend. That's why I can't buy these shoes. لسوء الحظ أني صرفت كل أموالي هذا الأسبوع لذلك لا أستطيع شراء الحذاء. I wish if only الفاعل I hadn't زائد التصريف الثالث الفعل spent وأكمل الجملة. هاي هذا كل اللي سويته. 5. Unfortunately they didn't train every day. That's why they lost the match. امسح unfortunately احذفها اكتب I wish او if only وحدة من عندهن تكتبوها they تنزل بعدين had شوفوا هنا الجملة منفية لذلك اختاريت had زائد تصف الثالث الفعل train trained
احنا مو قلنا اذا منفيه نستخدم هاد، واذا مثبته نستخدم هادنت. والفعل trying trained. Unfortunately I left my camera at Fatin's house. That's why I couldn't get a picture of the dolphin. لسوء الحظ أنا تركت الكاميرا مالتي في بيت فاتن، لذلك لا أستطيع أخذ صور إلى الدولفين. I wish if only I بعدين hadn't وبعدين left. left تصف الثالث الفعل مالتها نفسه، وأكمل الجملة و that's all. 7 أيضا unfortunately she lost their address. هي lost يعني خسرت أو ضيعت الأدرس مالتها. That's why she couldn't write to them. لذلك هي لا تستطيع أن تكتب إليهم. أدرس العنوان. I wish if only she تنزل فاعل hadn't وبعدين تصف الثالث الفعل lost وأكمل الجملة. انتقلنا إلى مجموعة من الأسئلة، راح أترك لكم هاي الأسئلة أنتوا تحلوها وتكتبوها إلي بالتليجرام أو بالفايبر، لأن صار عندنا جروب على الفايبر. إلى هنا ينتهي درس اليوم، شكرا لكم، انتظرونا في درس جديد.